اليوم المباراة فيها أوراق كثيرة مهمة، يعني لو راجعنا أرقام الأهلي مثلا، محمود كهربا ساهم في 11 هدف في هذا الموسم للنادي الأهلي، سجل 6 وصنع 5. حسين الشحات ساهم في 9 أهداف، سجل 8 وصنع 1. إمام عاشور ساهم في 8 أهداف، سجل هدف وصنع 7. أوراق الأهلي الرئيسية المؤثرة واضحة، واضحة جدا. أنت لو كنت مدرب الطرف الآخر، هل يصبح كهربا، حسين الشحات، إمام عاشور ومعاهم علي معلول هم أهدافك؟ الثلاثة اللي أنت ذكرتهم وهضيف إليهم كمان بيرسي تاو، هم من أفضل اللاعبين في الدوري المصري في التحولات. لو وجدوا مساحة هيعاقبوك، دايما هيعاقبوك، وده يمكن شفناه في أكثر من مباراة سابقة، سواء في مباراة زمالك وأهلي أو في مباريات أخرى. الثلاثة دول أول ما بيلاقوا، ومعاهم علي معلول كمان اللي بيبقى جاي من الخلف تماما، لما بيلاقوا مساحة قادرين على معاقبة أي فريق. السؤال هنا، هل أنت هتاخد المخاطرة إنك تضغط عليهم البلوك، تصعد البلوك من أماكن متقدمة وتحاول تكنترول الكاونتر أتاكس؟ في اللحظة دي هيبقى عندك مساحات، الضغط لو ما كانش مثمر بشكل كافي هتعاني من تحولات صعبة جدا للاعبين مصممين، هم مصممين للعب هذا الجيم، لعب جيم التحولات. فأظن طبعاً إن طبعاً شيء أمامنا على الشاشة هذه أرقام الأهلي والزمالك في هذا الموسم، كمل أحمد. صحيح، لكن في نفس الوقت أنت ما ينفعش تسيب الكرة للأهلي وتقول أنا خايف من التحولات هرجع، فهو فيها شيء من التوازن بين أنك أحياناً لازم تبادر، لازم تصعد البلوك بتاعك في بعض الأوقات تضغط من قدام، بس لازم تكنترول الكاونتر أتاكس. الضغط لو مش محكم فهو ثغرة، الضغط لو مش هينتج عنه أنك تحجم الفريق فهينتج عنه أن أنت اللي هتستقبل تحولات وأنت اللي هتتعاقب نتاج الضغط. شيء من التوازن هيكون مهم جداً جداً للزمالك النهاردة بسبب الأسماء اللي أنت قلتها، وأضيف إليهم بيرسي تاو كمان، غير معلول وغير حسين الشحات وغير كهرباء.